بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر علي. عاوة إن شاء الله وحمبران دونا لبا آيادات أو قرآن كريم ككجرة أو حديث صحيح نبي محمد عليه الصلاة والسلام ونوغو شاقي قف والبا ولبا داس آيادات هبين كي أخيستا انتو سنسيحا كهر شنفا إذا علوم دا إيه شاقين أو قف كأو هلايو شنتفا إذا بعاوة إذن شاقيا oo ah tafsiirka labadaas aayadood. Labadaas aayadood nabiga calaysatu wasalaam waxay ka mid ahaayeen hadiyadihii rasuulka la soo siiyey calayhi salaatu wasalaam markii uu aaday safarkii dhinaca waqtiga bini aadanka ka koobnaa, dhinaca awoodda ilaahayna uu dheeraa. سفر قاتي النبي عليه الصلاة والسلام مكة وكتغه وقار القدس وأن أغنى أن يكلفقهين جزيرة العرب يوحكو كليالان إيو الشام. سفر كاسو هذا مركي شام وتغي القدس أما فلسطين ما شمانتا أن أنقان أنقا عقيدة هانا أن آمن سنهي إني وقف تحي خاصة قيبة مساجدك علماء قاركون وحدها المقالة دورنا ووقف للمسلمين سيد سيدنا عمر وشاقي وقف حيوطة المسلمين دورنا لكن ما أنت أود حوق أو حاكو هيستا عدوك إسلامك يهود أو سيدا نلقو بشاري قرآنك إي سنظة مسلمين تقعانتو ذيكو صالابا دونتو انت أوسن قيامها دعين مركي انت أصنع بشاروه. سفر كاسي مركو كتغي ماشا رسولك حسن بيت المقدس مركو أسلاد وكتو جيي أنبياء إلهي أورنا كدبنا جبريل وشاقي عليه السلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام لغسو غايو سماوات كورنا سودوين قروح بضان اللو دياريي سمكستان إيكو سودوين دونان أنبياء خاصة سأولو سعطان سماذا كواد وحاكو سودوهي نبي جينا أبونا آدم إعابهن عليه السلام سوى النبي محمد سلامي كدبنا أدعيي سماذا إلا بعض وحاكو سودوهي نبي عليه الصلاة والسلام لبن نبي أه يحيى عيسى عليهم السلام نبي محمد سودوهيين ويسلامين ويدعي النبي محمد عليه الصلاة والسلام صمد صدحات النبي عليه الصلاة والسلام حكو قابلي وآد أسودوي نبي يوسف عليه السلام نبي قليري وحال سيي جمالك أدونك نسكيس علماء قارك ضحكو فسران نبي آذن أو أقوق روح بضن انتو إلهي أبوري جمال كيس نسكي سالسي النبي يوسف عليه السلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك المي ودعيي مركو سلامي كتب سماد أفراد النبي عليه السلام لغسو دويي سفر عجيب بضن وها مر إذن كغشا كان دون يضافة فاسا أو تفاصيل له إلهي إذن كيس دو إلهي وقت يقول لغسو ينولوشا هديك الوعي عفين دونتان مركاسي سمد أفراد حق سودوهي نبي إلهي ويديستي أنبياد إلهي كمد أه أو دهي إلهو مركي وقتي يقو صورة ماذا لول كاغهي إقود جلين حد جيسا سمد أفراد ماشي أسروح إغاق قادو الله إلهي سبحانه وتعالى واكحيي نبي قاسي سمد أفراد مركو قاري
sida uu weydiistaa loo sameeyey, ruuxda meesha lagaga qaaday samadaasi waxaa ku soo dhaweeyey nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam, nebi idriis oo ilaahay kor yeelay. Nebi idriis nebigu salaamay wuu soo dhaweeyey, wuu u duceeyey. Samada afraad waxaa ku soo dhaweeyey nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam, nebi haaruun walaalkii nebi muuse calayhima salaam. Nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam markuu la kulmay nebi haaruun, nebi haaruun waa soo dhaweeyey, waa salaamay, waa u duceeyey walaalkiisii maxamed caleyhi salaatu wasalaam. Samadii lixaad nebigu waxa ku soo dhaweeyey oo qaabilay si qurux badan oo macaan badan nebi muuse calayhi salaam. Nebi muuse wuxuu soo dhaweeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, wuu u duceeyey. Kadibna markaasi nebiga oo sii baxaayo oo usii socdo samadii toddobaad, markaasuu ooyey nebiga calayhi salaam, wuxuu Jibriil weydiiyey maxaa ku dhacay, muxuu u ooynayaa. Nebi Muuse la weydiiyey maxaa dhacay, maxaa u ooynaysaa. Nebi Muuse wuxuu yidhi, waxaan la ooynayaa nebi gadaasheed la soo saaray oo atbaacdiisa inta raacsan oo jannada gelaayo ay ka badan yihiin inta i raacday oo jannada gelayso. Marka oohin farxad waay, waa oohin maseer oo banaan waay. Ambiyada waxay ku tartami jireen yaa inta qof oo qofka raacayo, dadaalayna ka ahayd. Markaas kadib samadii toddobaad ayuu u gudbay, waxaa ku soo dhaweeyey nebi Ibraahim calayhi salaam. Nebi maxamed calayhi salaam markuu nebi Ibraahim uu arkay, ilaan qof walba muuqaalkiisu waa isyaqaanaa, wuxuu dhahay alla ii ekaan badanaa nebi Ibraahim, aaduu ugu ekaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Halkaas halka culimmada dhaheen nebi kasto nebiga markuu arkay wuxuu ku arkay isagoo sidiisa ah, jisman wa ruuxan, jirkiisii oo dhammaystiran iyo ruuxdiisi ayuu ilaahay subxaana wa tacaala, waa awoodaha ilaahay. Qur-aanka ilaahay wuxuu leeyahay, subxaana aladii asraa bicabdihi leylan min almasjidi alxaraami ila almasjidi alaqsa. Markaasi ilaahay muxuu u yiri sababta marka waxaa laga hadlay in ilaahay awoodihiisa dhammaystiran ay muujinayso in nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam laga soo qaaday almasjid alxaraam, waa maka masaajidkii xaramka ahaa, masjidkii xaramka alaqsa ee ku yaala alqudus in la keenay. Marka ilaahay wuxuu leeyahay, lanuriyahu min aayaatina innahu huwa asamiicu albasiir, awoodaheena waaweyn iyo calaamadaha iyo wax badan in la tusiyo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam. Safarka awood weyn inay garab u tahay in la tusiyo, ah awoodda ilaahay iyo makhluuqaadka ilaahay uu abuuray weynankoodii. Meesha marka wuxuu ku arkay nebiga Ibraahim oo ku tiirsan albeytul macmuur, waa kacbadii samaawaadka ku tiilay. Kacbadaasi albeyt almacmuur ayaa loo yaqaanaa, waxaa halkii margala oo albaabka kale ka baxa 70,000 oo maalin walba ah, mana soo laabtaan. Intaasaa kugu filan ilaaha aan jecelnahay eena abuurtay ee hadda aan u fadhinno oo aan tuugeyno oo aan ku digrinayno oo aan garab weydiisanayno, awoodiisa weynanka badan oon la koobi karin, aan la xadidi karin, cidna aan iska celin karin. Intaasaa kugu filan waqtigii la abuuray beytul macmuur ilaa hadda halkii mar 70,000 ayaa gasha beytulmacmuurka, albaabka kale ka baxbaa mana soo laabtaan, malaa'ig kaloo cusubaa soo gasho. Rasuulka cajaa'ibtaasaa la tusinaya, linuriyuhu min aayaatina innahu huwa asamiicu albasiir, ilaahay waa assamiic, all hearing, ilaahay wax walbuu maqlaayaa, wax walbuu la socdaa. Bini aadamka markay kaa sheekaysanaya hawalwelin, albasiiru wax walbuu arkayaa, kuwa wax maleegayo, kuwa khayrka ka shaqeynayo, kuwa fidnada ka shaqeynayo, kuwa khayrka faafinayo, kuwa heesaha qurunka oo qabyaalad heeso oo jinsi iyo xaraam waxaasoo dhan faafinayo, iyo kuwa digriga ilaahay faafinayo
oo had iyo goor khayr u taagan inay sheegaan ilaahay subxaana wa tacaala waa kala ogyahay. Marka kuwa khayrka sheega mar kasta oo meel walba joogaan khayr ka faafiya ilaah nagu doon. Ilaahay subxaana wa tacaala samadaas markuu geeyay abuuna Ibraahim, abuuna Ibraahim meesha ku bartay ee macnaha uu ku arkay ama uu ku bartay xitaa dheh wuu ogaa, laakiin muuqaalkiisi iyo wixii soo dhammaystiran markii ugu horreysa uu arkay ahayd nabi maxamed calayhi salatu wasalaam. Markaas wuxuu yihi wiilkii, wiilkaygiiyuu wuu kusoo dhoweynayaa, wuu salaamay, wuu u duceeyey. Markaasaa wuxuu yihi soo baxna keen aan kusoo tusiyo jannadi, aljannatu lma'wa ayuu soo tusiyey, cinda sidrati lmuntahaa, geedkii oo malakul aljibriil uu ku haray sidii riwaayadaha ay tilmaamaan ayaa markuu geeyey uu jannadii u tusiyey. Alla jannada qurux badanaa u dhahay rasuulka cala slam, alla jannada qurux badanaa, nabi Ibraahimna jannaduu u sharxay janno qurux badan, macaan badan. Markuu u sharxay wanaageeda, quruxdeeda, ah wuxuu u sheegay jannadaasi geedaheeda wax lagu beero laguna galo. Marka rasuulka hadiyadaa la soo siiyey oo dhowr ah, culama qaarkooda saddexay dhahaan, qaar afaray sheegaan. Marka hadiyadahaasi markaani waxaan sheegaya caawa labada aayadood oo ilaahay subxaana wa tacaala meeshuu kusoo siiyey khawaatiimu suurat lbaqara waay, waa labada aayad ugu dambeysa ee suurat lbaqara. Qof walba oo labadaas aayadood akhriya, habeen walba shan walxadood u helaya caawan sheegayna haduu ilaahay ilaah, ama shan faa'ido. Labada aayadood marka khawaatiimu suurat lbaqara, horta xadiiska aan idin sheego, nabi Ibraahim, intaan aayadahaas aan sheegay, nabi Ibraahim wuxuu soo siiyey hadiyad. Inaan hore idin kugu sheegan u maleynaa, hadiyadaas waxa waaye wuxuu baray, wuxuu dhahay waxaan ku barayaa aniga oo ah abuuna Ibraahim, wuxuuna ugu ekaaday nabi Ibraahim saa ula socotaa nabi Maxamed fariciisa waxa waaye Ismaaciil kadibna Ibraahim. Ismaaciilna waxaa dhalay Ibraahim calayhi salaam. Marka awowis hadduu Ismaaciil yahay, Ismaaciilnu Ibraahim u dhalay awow kale waa isagana, waa abuuna aabaheni labaad waaye culamada qaarkooda. Saas maaragtay Ibraahim, aadan waa aabihii dhalay waaye, abul ambiyaan waxaa la yidhaahdaa nabiga, nabi Ibraahim calayhi salaam. Culamadu xidhan ambiyadii kale aaway waxaa sideedan loo sheegay, todobada samaadood sano kasto, samo kasto hal nebi oo kusoo dhaweeyey. Marka laga reebo samada labaad oo laba nebi joogtay, ciise calayhi salaam iyo yaxya calayhi salaam, marka isku darka waa maxay? Waa sideed. Sideedan waxay dhaheen culammadu waxaa loo doortay inay si gooni usoo dhaweeyaan, waa sideedda ugu imtixaan badan oo sida nebi maxamed loo imtixaanay oo dhib uu la kulmay ayaa iyagana loo imtixaanay. Intaasan kusoo koobeynaa waqtiga dartiisa, laakiin nabi Ibraahim wuxuu yiri ducadan haddaad akhriso, halkii mar aad akhriso hal geed janneed ayaa lagugu beerayaa. Micnaheedu marka maalinta meeqa u baahanta? 100, 200 aday marka adaa lagaa rabaa intaa akhrin lahayd. Digrigaas uu baray waxay ahayd subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ilaa billah. Hadiyadaasuu nabi Ibraahim soo siiyey wiilkiisa, ummadaadi iigu geeyu dhahay, halkii mar aad akhriso hal geed janaada lagu beeraya, ilaaha kuu beerayo. Marka haddaad caqli leedahay, bini aadamka intaad afkaaga magacyadooda ku sheegsheegi lahayd, waxaa kuu fiican magaca ilaahay subxaana wa tacaala inaad ku xusto. Waxaa la soo siiyey markaas ilaahay hadiyad ahaan usoo siiyey laba aayadood. Haddaadan xifdin caa wixii ka dambeeyay, bilow inaad xifdiso habeen walbo adoon akhrin haseexan. Egeyso xadiiska nabiga calayhi salatu wasalaam. Cabdullahi ibn Mascuud wuxuu noo sheegay nebigu wuxuu yihi calayhi salatu wasalaam, qofkii akhriya laba aayadood oo ah aayadaha ugu dambeeya ee suuratul baqara habeen walba, ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisa wuxuu noo sheegay iyada ayaa ku filan.
شن تفسير على فسير مرك شن تبع أو كل راحيس لا بضع سايدات حديث كحليه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في كل ليلة كفتاه رواه البخاري حديث الإمام البخاري يا يوري إمام البخاري قفكي أخري لا بضع سايدات قدام بي سورة البقرة هابين والب إذا كفلان شن فائدة هن علماء كو هابين كاسدي يدو أو أخريو أو صلاة الليل أو كسيحضو إذا كفلان الله أكبر بوسك صلاة الليل كي كوكش لبا ما لنتا سي هابين كاسدوس القرآن أخرين أو لبضاس لبضاس أيضو كسيحضو إذا كفلان الله أكبر وقرآن كنا ما ننسى دا أخرين ويس الله واسع هذا آخر الصلاة علماء تفسير توحيدا إيه لا كفيلا سدح قارو حدهن هدي ذكر كلا قف كوسا آخرين الله واسع هذا أكو كابته إيه لا كفيلا سدح أفر وحدهن هدي قفك هبين كسو آخر الصلاة لك فتاة حكوف سلن تفسير كلا وقه وحكا كافين إساء كل مكروه نوع كستو أو وحو لبساناي خوف كاس وحو الباب لبساناي سوا حنون ها هذا بن آدم كو لبايو مكروه كل مكروه وحو الباب خوف كاس لبساناي إيبا خوف كاس كغفلا علماء كالاو حير هذين مدش هذا أقودن بيسو شيطان أن لا أركينين شيطان الجن شرطيسة إيو وح ألا وحي شيطان أما جن قفك كودع أيها هاتو أما شيطان كأن لا أركينين لبكيسة أن لا أركينين أو جركاغ أو غارسينا أما موقالكاغ أما لنعكستو أما مسكح ذاض ها هاتو انتا صورنا وحاكا عليني سولا بداس آيضات قري إيو حرس قري قولنا وحيوتها حرسي لابداس آيضات لابد آيض أنا ذي آخرية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وآية التوحيد وآية الإيمان إله رمين تيس ملائك تيس رسول شيس وحو الباء إلهي سبحانه وتعالى أود أولي رمين تيس الوخري آية كحكته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ودعو إلهي إن أدويت ستو وحول بإنه إن أذكري كرتو إن أتسامعيسو وحي عليس أهنا إلهي سبحانه وتعالى وأذن كري كري إلهي إنه كاليحيو إلهي سبحانه وتعالى دم بقاغ إنه دافو إلهي إنه كعفيو إلهي وحد دين تان خطر كوأه أو لبايو أو أذيغ إي دين تان خطر كوأه إلهي إنه كاكافيو إلهي سبحانه وتعالى ما عاقين وحاف الله بداس آيادات انتا كحبثني سيد حبين والبا كتابك سوق هذا أقرسو شان تاسفا إذن كل راحيس وح والبا كل لباينا أذيجا يعرور تاذي قريقو لن لباس آيادات كفلا حبين والبا أقرسو أذن سيحان سيد النبي عليه الصلاة والسلام ونولد دردار من والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.